يعني انا اولا يعني في موضوع الكاراتيه يعني انا معي درجه 4 دان اختبرتها طبعا خلال لجنه الاختبار المركزي في تحفظ الكاراتيه، طبعا حكم وطني بتصنيف الف طبعا اعلى درجه في التحكيم، شاركت ممثله بلدي في التحكيم في مجموعه من الدول، عم بطمح كمان ان شاء الله اني اكون كمان مدرب دولي كمان وكمان حكم دولي على اساس يعني نتواصل في هذا الجانب اللي هو انا بعتبره جانب مهم جدا حتى تاخذ اخر المعلومات والتطورات للاعب الكرة. امين مصطفى خليل بشارات، متزوج، عندي ولد وبنت، مصطفى 5 سنين ومريم 2.5 سنين، زوجتي من المانيا مسلمة الحمد لله رب العالمين، موظف في إطفائية بلدية نابلس قسم الإطفاء، مدرب كاراتيه في ورئيس أكاديمية الأقصى للكاراتيه ومدير إداري للمنتخبات الوطنية الفلسطينية في الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه. بلشت أدرب طلاب الصم شوي شوي أندمج معاهم، عانيت في البداية طبعا أنك تدرب ناس يعني ما بسمعوش وبيحكوش، هذا كمان مش سهل الموضوع حتى إحنا نخرج من جانب يعني ندخل لمتميز مهم أنك أنت دربت الناس العاديين. فالحمد لله رب العالمين في خلال مشواري معاهم بلشت أدمج، دمجت 5 لاعبين أحرزنا المرتبة الأولى في الكاتا للصم والمرتبة كمان الثانية، كانت هذه بعد تعب وجهد في هدول الناس قدرنا نجيب الحمد لله عندهم نتائج. من 2009 ل 2011 احنا الحمد لله رب العالمين احرزنا عده نتائج، في المانيا جبنا ثلاث ميداليات، جبنا الثاني والثالث كاتا والثالث كاتا واخوتي اللي احرزوا النتائج، من ثم دخلنا على موضوع الاشخاص ذوي الاعاقه والحمد لله بال 2010 جبنا هاي النتائج، وكانت اخر باقوره عملنا في 2011 انه شاركنا في منتخب الاكاديميه من 6 أشخاص من 6 لاعبين والحمد لله رب العالمين قدرنا نحصل على 4 ميداليات ذهبية وتنتين برونز وواحدة فضة. شهادتي في الحزام الأسود هي اللي دخلت نهاية الرياضة وقدرت الحمد لله رب العالمين أدخل الإطفاء، الإطفاء جانب مهم كتير. في بداية دخولي في الإطفاء من الجانب هذا الرياضي أنا طموحي اني يعني اقدر اني اواصل هذه يعني هاي الوظيفه لان انا بحب المساعده، طبعا هي وظيفه خطره يعني رجل اطفاء في العالم الناس بتقدره بتقدسه لان انسان بضحي بحياته، انا بنزل الصبح من بيتي على الاطفاء على وظيفتي ما بعرف شو بده يصير معي، ممكن ارجع لاولادي ممكن ما ارجع لاولادي. مزبوط انا بكون قاعد بنتظر وانا في الدوام تبعي بنتظر انه يعني قرع الجرس حتى احنا نطلع نساعد الناس، لكن في المقابل احنا كمان بنكون عم نضحي بحياتنا، فهاي الشغله مش سهله يعني قد ما تاخذ فلوس وقد ما تاخذ مكافآت وقد ما تاخذ شيء، ربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي مقدر وهو اللي بلطف وهو اللي يعني الكاتب لنا القدر يعني، بالاخر نحن يعني ناس خلقنا لنعمل وخلقنا لنعبد وخلقنا كمان لنساعد الناس. طموحي طبعا انه اللي انا ما قدرت احققه احققه اخوتي كلاعب، اللي ما يقدر يحققه طبعا يعني اللي على مستوى كمان التعلم اللي انا ما قدرت احققه كمان على مستوى التعلم انه اولادي يحققوا، لانه بتعرف كل انسان عنده بمر في ظروف صعبه، يعني انا في هاي الرياضه مريت في ظرف صعب جدا هو وفاه والدتي وكانوا اخوتي كلياتهم صغار، فما كان عندي مجال اني اكمل في التعليم، فرجعت لهي الرياضه مع شغلي ومع تعبي والحمد لله رب العالمين الان انا مدرب على مستوى يعني من افضل المدربين بشهاده رئيس الاتحاد الفلسطيني للكره الاستاذ محمد البكري. وفضل الحمد لله رب العالمين الناس اللي ساعدونا وتعبوا علينا في هذه الرياضه.